بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه وسلم الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الدكتور أحمد عويدي العباد. يعني نرجع لموضوع الفتوحات الإسلامية. الروم يعني البيزنطيين كان يهمهم ألا تضيع منهم فلسطين والأردن وسوريا وكلها، مش معقولة. فجمعوا في أجنادين، أجنادين كانت تقع ضمن منطقة الأردن لكن هي بالعرف الجغرافي الآن هي شمال فلسطين، يعني كتاريخ تاريخيا هي أصلا من الأرض الأردنية. فجمعوا في منطقة أجنادين، أجوا خالد بن الوليد كان موجود في بلاد العراق، فأجا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأجا وقاد الجيوش على موضوع أجنادين. يعني كانت أجنادين اسم المكان، وكان الصراع والحرب أو المعركة ما بين جيوش المسلمين وبين جيوش البيزنطيين. المسلمين عرب في أرض عربية، والبيزنطيين محتلين في أرض هم يحتلوها وهي أرض عربية، هذه كلها أراضي عربية أصلا، فلسطين والأردن الشام والعراق كلها هي أرض عربية من آلاف السنين. فهذول البيزنطيين ناس طارئين، ناس محتلين، وبالتالي خالد بن الوليد عندما يقاتل لتحرير أي قطعة أرض عربية هو يدافع عن كرامتنا كعرب، فضلا عن أنه يدافع عن كرامة المسلمين والإسلام وينفذ يعني أمر الله سبحانه وتعالى في الجهاد وفي تبليغ رسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم، رسالة إسلامية إلى الناس. فيجوا يعني تجمعت الجيوش الإسلامية مرة أخرى عند أجنادين. هي أجنادين قريبة من منطقة في فلسطين اسمها بيت جبريل، وكمان تبعد عن رملة تقريبا حوالي 30 تزيد أو تنقص كيلومتر. فإجا جماعهم سيدنا خالد بن الوليد، لما يكون خالد موجود هو القائد، يعني حتى لو يجي على جيش ويكون عنده قائد، بس يجي خالد هو القائد. يعني كانوا يحترموا بعضهم، كانوا يعرفوا قيمة الناس، كان ما في واحد عنده هم شخصي انه والله مشان يقولوا انا يا فلان وعنده استعداد يدمر ويخرب مشان ايش يضرب اسمه، لا، كان خالد هو قائد عسكري. هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنه سيف الله المسلول، ولذلك هو لم يقتل، لأن سيف الله لا يجوز ان يقتل وانما مات على فراشه. اذا فجهزوا حالهم المسلمين بعد صلاه الفجر. اجى سيدنا ابن خالد بن الوليد رضي الله عنه في بعد صلاه الفجر يوم 27 جماد الأول 13 هجري 30 من يوليو، يعني يوليو سنة 604 يوليو سنة 634 أمر خالد جنوده بالتقدم حتى يقترب من جيش الروم، وأقبل على كل جمع من جيشه يقول لهم. فهو كانوا يقاتلوا على نظام الكراديس، كراديس كردوس وقدم مؤخرا وأيمن ميسرة وسط إلى آخر. وكان يمر على كل مجموعة وشو بيقول لهم؟ اتقوا الله عباد الله، قاتلوا في الله من كفر بالله، ولا تنكسوا على أعقابكم. يعني انكسوا عقابكم يعني تنهزموا، يفروا ينهزموا. ولا تهنوا من عدوكم، ولكن أقدموا كإقدام الأسد وأنتم أحرار كرام، فقد أبيتم الدنيا واستوجبتم على الله ثواب الآخرة، ولا يهولكم ما ترون من كثرتهم، فإن الله منزل عليهم رزه وعقابه. ثم قال أيها الناس إذا أنا حملت فاحملوا. والحديث بقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.